الكورس ده بينقسم لثلاث اقسام، او جزء ده بينقسم لثلاث اقسام في الكورس. الجزء الاولاني كومبلكس انتجريشن، الجزء الثاني كيسل فانكشنز ريسولف السوليوشن اوف الديفرنشال ايكويشن، الجزء الثالث البارشال ديفرنشال ايكويشن. اول جزء اللايك في الكومبلكس انتجريشن اسمه لايك انتجر. أعطى في اللاين انتجر هو الورك لاين. الورك هو يكون فورس يونت في الايه؟ في الديستنس. بيقول لي لو السي ده سيمبل باس يعني ايه سيمبل؟ يعني ما نشوفش دي لوب. يعني سي مثلا ديفاين سيمبل باس على اللوب، اف سي سيمبل باس and x equal x of t parameter t والy function parameter t on the green i تحط التصوير ده بس ممكن نحسب الانتجريشن تبقى دي فانكشن اف اوف زد دي زد ايكوال انتجريشن اف اوف زد فانكشن تي زد دوت of the circle
in complex. The repeated size of complex, the repeated circle minus the north equal r. This sura is equivalent to the four. المكافأة للي فوق. في صورة بارامترية تانية في الكومتكس اللي هي بتتكتب زد إيكوال أو زد ماينس زد نون إيكوال آر إيكوس آي تي. والآي تي دي سيجن مين؟ أجل دي الأولى فوق. دي في البارامتر إيكويشن. ودي equivalent to دي. سيمبل باس. الكلمة سيمبل قانونها. الباص بيبقى سيمبل لو ما حسيتش فيه جول، لو النط متلصقش يعني ما بينقطعش مع نفسه. مثلا لو قلنا الباص فيه اهو الاطلاق ده اهو ديترماين ذا فولوينج باص سيمبل اور نوت سيمبل. زي مثلا انت ممكن عندي مثلا لو في صاروخ طالع وفي ريليشن بين الديستنس والفلوسيتي والاكسلريشن فتلاقي الديستنس فانكشن في التي والفلوسيتي فانكشن في التي والاكسلريشن فانكشن في التي يبقى هم كلهم بيعتمدوا على وان طرف اسمه طرف ويبقى الفاريبل عندي هي اكس واي ومين
وصيف. هنا مثلا انا عاوز اكتب هي دي طريقه الكتابه سوق ازاي مثلا اقول ازاي جت العلاقه دي والعلاقه دي؟ انتم عارفوا ايه الزد الصوره الكارتيزيه لما كنا ناخدوه اي كونفلكس نقدر بنكتب ازاي؟ بنكتب الزد على انه اكس بلس اي واي ماشي؟ انا عايز اقول ان الاكس والواي بيعتمدوا على بارامتر اكس وتي يبقى هقول الزد اوف تي بي ايكوال اكس كفانكشن في تي وواي كفانكشن في مين؟ في تي. يبقى الزد دي ديبندنت من بارامتر تي والفاريبل بتوع الزد هما الاكس ومين؟ والواي. طب لو عاوز اجيب الدي زد عاوز اجيب الدي زد لو عاوز اجيب الدي زد باي دي تي في فرق في الكوسين مثلا لو قلت لك واي سكوير ايكوال اكس وقلت لك هات الواي دوت او واي ايكوال اكس هتقول لي والله الواي دوت كلمه دوت يعني تقريبا الجزء انظر فرنسا الواي دوت ايكوال اكس دوت لكن لو قلت لك هات الواي داش فبتقول لي الواي داش بكام؟ عشان انت بتعمل تريفل ويز ريسبكت تو اكس لكن لو ويز ريسبكت تو اي انذر بارامتر يعني لو معايا ريليشن زد ايكوال اكس بلس واي بلس تي انسو بلس ام انسو يبقى الزد دوت ايكوال اكس دوت بلس الزد الام دوت انسو لان كلهم تريفل ويز بارامتر اسمه ايه؟ تي. فهنا لو عاوز اجيب الزد دوت اللي انا كاتبها هنا او الزد الدي الدلتا زد الدي او الدي زد باي دي تي هتبقى كام؟ الدي زد باي دي تي بي اكس باي دي تي بلس اي دي واي باي دي تي باي دي تي صح؟ يبقى الدي زد ايكوال ايه؟ بي اكس باي دي تي بلس اي دي واي باي دي تي تايم ايه؟ تايم دي تي دول اسمهم ايه؟ الزد مين؟ زد دوت اف تي لان انا بعملهم بينهم في ريسبكت تو مين؟ يبقى الدي زد ايكوال زد دوت اف تي دي مين؟ دي تي. هو بس طلع الموبايل ما تسيبوش مكتوب يقول لك مثلا حد يسلم له موبايل عين يعني اسرق قال تقعد ايه؟ طيب عليك اكزامبل عن اللي يقول لك ايه؟ ايفالويت احسن لي الانتجريشن ده اهو evaluate the integral integrate see f of z dz عاوزك تحسب الانتجريشن ده هيعرف مين الاف اوف زد ويعرف مين مين السي مفتيك والله الاف اوف زد بيقول لك هي زد سكوير خلاص and السي ده مين؟ ده نوتو ديفينيشن ايه هو كلمه السي؟ يقول لي والله ذا لاين سيجما from the point and to point 0 0 مثلا ليه؟ ممكن يكتبهم 0 0 او يكتبهم 0 لو كتبهم زيرو كده يبقى انا فاهم الريال بارت والايماجنال بارت بكام؟ ودي 1 بلس 2 ار يعني النقطه اللي عاوزك تحسب على جزء من الخط ده من النقطه زيرو زيرو للنقطه 1 بلس 2 ار دبل اي اون ذا بروبلم فروم from the point
00 للنقطة توفو. طرحت الأسئلة y equal x squared from the point 00 to 2 plus 3. أنا عايز أحسب الانتجريشن A equal كام؟
نيجي نحسب بالزيد الاف وزد الاف وزد ايكوال زد سكوير اللي هي ايكوال كام 1 بلس 2 ار او في تي ده كل الكل ايه سكوير اهو اهي زد اهي ما تبدأش اهي زد ايه؟ لا انا قلت يا جماعه انتوا مظبطين النهارده ولا ايه؟ لا انا لسه في الموضوع الاولاني مش انا عايز احسب انتجريشن اف اوف زد دي زد عاوز اجيب اف اوف زد وعاوز اجيب دي زد فاحنا قلنا في البارامتر دي مكتوبه اف اوف زد زد داش او زد دوت تي دي تي يبقى عاوز احسب زد دوت عاوز احسب اف اوف زد وقرر اوف دي تي ماشي الكلام؟ طيب مين الاف اوف زد؟ هو اديها لي كام؟ زد سكوير يبقى لازم تجيب الزد سكوير بثلاثة تي ادي الاف اوف زد اللي هي زد سكوير هروح شايل الزد واحط الفاليو اللي انا جبتها فعلى الاكزامبل ده ان زد ايكوال 1 بلس 2 اي تي تبقى 1 بلس 2 اي تي اول ايه؟ سكوير لو حد مش فاهم هقول له قول مش فاهم قول فاهم ولا ادي طيب هعمل سكوير من ايه؟ هتبقى 1 بلس 2 اي اول سكوير في تي سكوير 1 بلس 2 اي اول سكوير كام؟ هتبقى سنة هي هتطلع نيجاتيف 3 بلس 4 ار في تي سكوير اعمل لها سكوير وهتطلع كده ودي سهله خدناها من سمستر 1 دلوقتي اليو انا دلوقتي هجيب اول مطلوب ما هو عاوز تحسب ادي اي اهو ادي اي عايز تحسب انتجريشن اف زد دي زد يبقى انتجريشن الاف زد هشيلها واحط كام؟ الزد سكوير اللي انا جبتها الزد سكوير جبتها بكام انا؟ ماينس 3 بلس 4 اي الكل ايه؟ تي سكوير دي الزد سكوير دي الاف زد فين الدي زد؟ الدي زد اللي هي زد دوت دي تي فين الزد دوت؟ اللي هي الزد دوت اهي اللي هي 1 بلس 2 ار دي تي ماشي الكلام؟ طب الليمت اوف انتجريشن هنا حدود التكامل او الليمت اوف انتجريشن ديبندنت ان فاليو اوف تي التي بتتغير من كام لكام؟ الزيرو التي مكان الاكس والاكس بتتغير من كام لكام؟ من 0 1 يبقى لان انا فاضي اسيوم زاد من الاكس ايكوال تي خلاص يبقى ليميت اوف انتجريشن من 0 1 الميتا اكس بي بلس 4 اي مش كونستانت وال 1 بلس 2 اي مش كونستانت يبقى ممكن اطلع على كده ايه؟ وقت الكريشن يعني ليميت اوف 3 بلس 4 اي و 1 بلس 2 اي انتجريشن من 0 1 دي سكوير دي تي ايه الانتجريشن بتاع دي سكوير؟ 1 بلس 3 دي كيو يبقى ليميت اوف 3 بلس 4 اي 1 بلس 2 اي في تي كيو والليمت اوف انتجريشن من 0 1 اه يبقى هتطلع ليميت اوف 3 بلس 4 اي 1 بلس 2 اي اللي انا عاوزها اصلا هو نعم مدرب دايما اه دايما بس احيانا بتبقى مزعجه ليه؟ احيانا انا بدي احيانا لما انت تلاقي الاكس فانكشن زي مثلا في علاقه بين الاكس سكوير والاس واي سكوير في اكس فانت مضطر عشان لازم تحول الاثنين من الاربعين ايه؟ ماشي انما هنا سهله لما ممكن زي ما انا سميتكم اسيب ما احطش تي خالص واسيب الاكس اكس ويبقى الواي هنا واحط كام؟ واحسب الانتجريشن ده فانكشن اكس انا هي موجوده في الكتاب بالحجم
هو في كتاب شكل الاول البارامتر كويشن وبعد كده راجع يعمل اكس. بس ان جنرال الطريقه دي هي ممكن تكون في الفهم اصعب لكن بتحل اي مساله. ليه؟ لانك انت لو معاك كويشن في سيكتور اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 4 لازم تجيب المعادلات البارامتريه عشان تجيب الكونفيجن. Such that an F of Z
equal what was it on the path على باص A on the path C such that C is the other half of the unit cell. The other half of the unit cell. Unit cell. عارفين unit cell؟ ها يلا كده؟ انا عاوز احسب الانتجريشن ده ال F of Z on the path Z وال path بتاعي ال other half of the unit cell. Sine by
نيجاتيف 1 يعني هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تطلع بكام؟ بنيجاتيف 2 خلي بالك احيانا بقول لك اما انتج كويس او دور كويس لو قلت لك انتج كويس بتبدا من الزيرو طالع لكن لو قلت لك الباص دور كويس يبقى حط الموبايل مين؟ دي زيرو نعم الزيت دوت تفاضل الزيت ويز ريسبكت تو تي يعني هي نفسها دي زيت باي دي تي مش احنا اثبتنا انه الانتجريشن بتاع الاف زد دي زد بالبارامتر ايكويشن بنكتب اف زد اوف تي زد دوت دي تي مين الزد دوت؟ هي دي زد باي دي تي اللي هي تقريبا الكومبلكس نمبر اللي عندك بس ويز ريسبكت تو مين؟ تي ما تقدرش تعمل ان دريفر ويز ريسبكت تو تي الا لو في ريليشن اكس والواي في باي تي ماشي؟ واحد باي دي مسألة عندك تاني انتجريت تي زد اوفر عايز احسب الانتجريشن مين الاهم؟ الريس
وريس كم؟ مفروض يوم نزل ماينس النور إيكوال فور إيكوس آي تي. أنا عايز كم حاجة؟ عايز حاجتين الإف وزد والإيه؟ والزد نور. لو استخدمت المعادلة الترابيزية عشان يجيب الإكس والواي هتبقى مزعجة جدا للإنتجريشن. ليه؟ لأن أنت لو استخدمت المعادلة الترابيزية هتعمل إيه؟ بدل الكلام اللي سأله الراجل الطيب في الكورنر ده وقلت له هتبقى صعب عليك. ليه؟ أنا لو استخدمت المعادلة الترابيزية هقول إيه؟ والله إكس ماينس إكس نو أول سكوير بلس واي ما حدش اقعد في المره ايكوال فور ماشي. فانا عاوز اعمل انتجريشن يعني لازم اجيب انتجريشن بين الواي والاكس. فتعمل ايه؟ هتكون واي ماينس واي هول سكوير ايكوال فور ماينس اكس ماينس اكس نوت هول سكوير. يبقى الواي ماينس واي هول سكوير ايكوال سكوير روت 4 ماينس اكس ماينس اكس نوت هول سكوير. يبقى الواي ايكوال واي روت بلس الكلام ده. فهمت بتاع الدنيا؟ اقعد كده هتحلها بس في انتجريشن كان في زمان او زمان السيتا بتاعتها او التي بتاعتها بزيرو كام؟ التوفا
كنس الجامعة ده هيطلع انتجريشن من سيرو تو فاي اي دي تي. ايه الانتجريشن بتاع الاي دي تي؟ تطلع اي تي والليمت في انتجريشن من سيرو تو فاي تطلع 2 باي ار. حاجة ثانية طيب؟ نعم. عشان تبقى مش عارف افرق افرق زيت
amylactic function. Is amylactic function on the domain P with path P with growth of path P. F of Z is the identity function on the domain P with growth of path C. The integration F of Z dz equals zero. لأي analytic function الانتجريشن على growth to mass تطلع بكام؟ بصفر. بس under a certain condition ال F of Z تبقى ايه؟ analytic. كلمة أليات فاكرينها من الماتماتيك اللي هي divide everywhere and satisfy a Cauchy Riemann equation. بصوا معايا السؤال لأي close to us الانتجريشن لو كانت أليات تطلع بزيرو. الفانكشن لو كانت انلاكت اندبندنت من بعض وخدتوا الكلام ده في كالكولاس بير 1 وخدتوا بير ثيرم وخدتوا الديفول بير وخدتوا لو كانت الفانكشن اندبندنت من بعض بس الكيرف بتاع حاسب يبقى الفورس انا عاوز اثبت انه الانتجريشن ده على اي كلوز تو باس فالاف اوف زد بكام عندي؟ هي يو بلس اي بي دي اي كومبلكس نمبر يو بلس اي بي. طب والزد هي مين؟ الزد هي اكس بلس اي واي. يبقى دي زد بكام يا جماعه؟ الدي زد بكام؟ دي اكس بلس اي دي واي. مظبوط؟ اضرب كوز بار على اي كوز بار شيل الاف اوف زد واحط يو بلس اي دي تدي اكس بلس اي دي واي ايكوال. هات دي اكس اللي مع دي اكس يو بلس اي بي دي اكس بلس اي يو ماينس دي دي واي. ده على تفصيل. عاوز احسب اللاين الكبير ده. في نظريه شهيره كتبوها في كالكولاس اسمها جرين ثيرم. بتقول ايه جرين ثيرم كده؟ Me.
اليونت سوبيري اللي هي دي واي دي اكس او دي اكس دي ايه دي واي. Thank you.
بنفس السيستم، عكس كل واحدة
هعلي اهو عن التمرين، يعني هعمل ايه؟ اقيس الوزن، هتطلعها بلس كده، اوصل كده، بعد كده اروح اتحرك على البلس ده، وادخل السكشن وهكذا، هلف عليهم كلهم وادخل اخر. هيطلع الانتجريشن هو انتجريشن على مين؟ على السمشن ايكوال سمشن على السي اي انتجريشن السي لسمشن سي اي للار للار كان ايكوال 1 ل ان سي اي اف زد سي سي. يبقى كل الانتجريشن ده هيبقى انتجريشن على السي 1 والسي 2. هتقولي هنا في الكلام ده بندور على الداتا دي. نعم. هو من الاول اصلا من الاول وعلى اساس ليه بيساوي زيرو؟ ليه بيساوي زيرو؟ لان الاف زي الاف زي الاف ده الاف زي الاف. مش احنا اثبتنا على اي كروس باس لو الفانكشن كانت كاملات يبقى التكامل بتاعها كام؟ الكيلو بتاع السي بس هيساوي زيرو. لا مش السي الاف اوف زد دي زد. لو كانت الاف اوف زد قال لك مش انا اثبت دلوقتي بطريقه كبيره انه الانتجريشن اف اوف زد دي زد طلع بزيرو لاي كلوز بلاس لاي انلاتي فانكشن. وزي الابلكيشن اللي انا قلت لك الورد بارت لو انت في بارت قاعد على الورد بارت ان هي ديبندنت في الباص يعني ايه ديبندنت في الباص؟ يعني الشغل مبسوط يعني على الاند بوينت اللي هو في البدايه وهو الاخرانيه ومهما كان الباص هو غير ماشيين. ده الكلام ده لو كان الفانكشن دي او الروس دي في جزيره دي ان الفانكشن بتكون في الكومبس نقطه ايه؟ لان طيب كيف الكلام؟ اكتر مره بيعمل